اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الجديده، اطلاله خاصه اليوم في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، حلقه حتما ستستمتعون اليها مع شعرائنا المبدعين. اليوم حلقتنا متنوعه بين الخبره والشباب، اكيد شعراء استطاعوا ان يضعوا بصمتهم في الساحه الشعريه الموصليه وعلى مستوى المنطقه الغربيه. شعرائنا المبدعين اليوم طبعا كل عام وانتم بخير وموصلنا بخير، وعراقنا الحبيب الصابر بألف خير، ان شاء الله ينعاد عليكم باليمن والبركات. نبدأ بالترحاب من الشاعر المبدع طبعا الكبير ابراهيم الجحيشي، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة استاذ ابراهيم. والعراق بألف خير، الموصل بألف خير، وشعبنا ان شاء الله بألف خير. وطبعا نهنيكم قناة الموصلية وكادرها، ونقول لكم كل عام وانتم بخير. انت بخير، سعداء جدا بتواجدك استاذ ابراهيم. انا اسعد استاذ محمد، هذا البرنامج الرائع وهاي ايام العيد. حياك الله. السعيد ان شاء الله. شاعرنا المبدع محمد اللبو. حبيبي استاذ كل عام وانت بخير وصحة وسلامة ان شاء الله، تحقيق الاماني. كل عام وانت بخير، قناة الموصلية بخير ان شاء الله، الموصل الحبيبة، العراق العظيم. ويا ربي عم الصدق والانصاف على هذا الوطن الحبيب. ويا ربي ان شاء الله من عساكم من عواده ان شاء الله، والموفقيه للجميع. الله يعزك. محمد اللبوم شعرانا اللي نستمتع بهم صراحه. الله يسلمك. سعداء جدا بتواجدك اليوم ويانا من خلال هاي الاطلاله. انا اسعد اكيد، انا اسعد. حياك الله. تحياتي لك. الله يسلمك. عزام المطواحي الله يخليك، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. الله يخليك، الله يعزك، كل عام والعراق والامه الاسلاميه بخير، ويا رب يعم الامن والامان على بلادنا الحبيب. وكل عام والقناة الموصلية بخير، وسعداء جدا اليوم. الله يعزك. طبعا سعيد جدا بتواجدكم اليوم، عيدين صراحة. احنا نسعد. الله يبارك فيك. نبدا من ابو عمر، شلون شفت الاجواء اليوم والموصل والامان واحنا بنص عوائلنا واهلنا وناسنا؟ الحمد لله، السنة يعني عيد العالم مرتاحة. نعم. وأمان، وإن شاء الله يدوم هذا الأمان على موصلنا وعراقنا ككل يعني إن شاء الله. محمد اللبو طبعا نظرتك للأجواء، وأنا اليوم متعمدت أخليكم في أجواء عامة بنص الناس. هي أحلى شيء، أحلى شيء الأجواء. نعم. العامة طبعا يعني بين الناس فرحانة، والحمد لله أهم شيء نعمة الأمان موجودة بالموصل. يعني هذا العيد يختلف عن الاعياد اللي. نعم. قبلها اللي مرت بها الموصل من حصار وضيق. الحمد لله الناس فرحانه، وان شاء الله هاي الفرحه تدوم على بسمه كل مواطن عراقي مو بس بالموصل. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك. عزام المطواحي طبعا عشنا سنين صعبه اكيد. اكيد. شو يعني لك اليوم هذا الوجود والجو من الامان؟ طبعا عوائلنا طالعه ومتونسه واحنا على ضفافنا. اكيد طبعا. اسعد لحظات يعني انه العوائل واجواء جميله جدا يعني. نعم. العوائل طلعت بدأت تتنفس بعد الكبت اللي كان والظلم، والحمد لله طلعت العوائل وأجواء جدا رائعة. نعم. عزام المطواحي اليوم احنا من خلال رسالة الشعر وحلقاتنا اللي نتعمد مثل ما أسلفت انه نخليها في هذه الأجواء، ان نوصل رسالة. اليوم الموصل رجعت، اليوم الوضع تمام أبو عمر. نعم. عوائلنا بخير والحمد لله يعني خير. الأمور تمام. لا ياخذنا الحديث وياكم، نبدا من القراءات طبعا، والقياده لك طبعا ابو عمر. الله يسلمك. مع الله يعزك. طبعا انا اقرا للوطن يعني. الظروف اللي عشناها تناولوها كثير من الشعراء. نعم. وكل من ونظرته يعني للواقع. ف اختاريت عنوان اللي هو سميته رماد الغربه. يعني كثير شعراء شمس الغربه و قطار الغربة. نعم. اختاريت الرماد. فأقول الرماد بديرة تهلش قد عزيز. الرماد بديرة تهلش قد عزيز، هيبة يبقى الجمر شال براسه، روحة من تبرد يدفيها التراب، والوداع بأرض حطة وباسة، بذلة تسطر تسطر وجهه بالغربة الرياح، ذبل وحده وعنا بعده وناسه، القلب لو خط وطن ما بيه حروف يستحي يشوف اسمه بالكراسة. الله. القلم لو خط وطن ما بيه حروف يستحي يشوف اسمه بالكراسة، أمس عفنا ظهورنا تودع الدروب وألف واهس بينا ما انت إحساس.
لأن شفنا الروجة تاكل بالجروف، ولأن شفنا النار غص بكاسة، ولأن شمس الله اختفت خلف السيوف، والفجر والفجر نور اختنق بانفاسة، شبشت خيوط العناكب والقيود، والذهب طبعا خلط من حاسة، قمنا ما نعرف من الصوت ضمير من هدنك ذلة للعلاسة. قمنا ما نعرف من الصوت ضمير من هدنك ذلة للعلاسة، منه بحجاية يسكننا بأمان مو يهد على الشجرة شايل فاسة. منه بحجاية يسكننا بأمان مو يهد على الشجرة شايل فاسة، أمس كتال الضوى صاير إمام، ونعرف اللي يشتي الورد والباسة، ونعرف الشمعايل وعات وعميل، والمريض نعرفه من وسواسة. قمنا نتوجه على عيون الغروب، ويم نضيع كل وقت مقياسة، كبرتنا المحنة أجيال وقرون، وصرنا لهدوم الحزن لباسة. يا وجوه انضمها من عين اليبوك، وعدنا جنية تريد حراسة، خصم صار لنا الطبع ويا الجديد، لازم نسكت الأمس وجراسة، لازم نسكت الأمس وجراسة. أحسنت أبو عمر، صح الله لسانك. أبو عمر احنا متعودين عليك بلون المفتوح طبعا. أي نعم. القصيدة عمودية طبعا. طبعا يعني نغير شوي. ها. المفتوح يعني اثنينهم حلوين. نعم. يعني نقول للنخبة. ها. فحتى شوية يعني نبتعد عن المفتوح. نعم. أبو عمر مبدع بالنص المفتوح طبعاً، يكتب النص بعمق، وإحنا نستمتع جداً بكتاباتك. أبو عمر قبل أن ننتقل يم الشباب اليوم، التنويع ضروري والإلمام أنه أنت تتطرق إلى المفتوح والعمودي. والله مثل تجد نفسك فيه. يمكن بأكثر من لقاء. نعم. يعني كل شاعر. نعم. يعني أول ما يبدأ يكتب شعر لازم يلقى له هوية أو لون. نعم. يجد نفسه بمنطقة. طبعا انا كتبت القصيده العموديه بس اجد نفسي بالمفتوح. واغلب اساتذتنا الكبار. نعم. كثيرين ما نقدر اذكر اسمائهم كلهم. نعم. يعني من اقرا لهم اللون المفتوح يقول لي هي هاي هويتك. نعم. او هذا لونك المفتوح، سواء شعرانا بالموصل او خارج. نعم. الموصل. تمام. وكبار الشعراء، لان يعني بهالفتره الطويله اكيد تعرفنا على. نعم. كثير. أكيد. من الشعراء. يعني اشوف نفسي بالمفتوح، نعطيك مجال واسع فضاءات اكبر. يعني. بالتنقل بالكتابه. تنقل. نعم. ولو هي يعني اكو يعني المواطن عادي تصعب عليه فهم. نعم. المفتوح. أه. يعني الشعراء يفهمون المفتوح. أكيد. بس المتلقي يعني الشخص العادي يشوف فيه صعوبه. الرمزيه والمفتوح يعني شيء يكمل شيء. نعم. بس هذا لوني اكيد مبدع. بس النوع يعني مبدع استاذ ابراهيم. الله يسلمك. وعليك زود. رائع في كل قصائدك طبعا. محمد اللبو. أيوة. الخيار لك طبعا، انت اليوم احلى واحد طالع. كلكم حلوين تخبلون. ما شاء الله. الله يحفظكم. انت سمعك. مخير طبعا. براحتك انت اشتغل. اسمعك وجداني ان شاء الله. نعم. القصيده ناوي تبعد الله بجفاك اليعين. ناوي تبعد الله بجفاك اليعين، عود لما ترحل بدربك تعود، بعدك بصفي وثقل وجه النهار، الشمس توصل غرفتي وتنرد ردود، ليلي يحلي بعدك بصفي وثقل وجه النهار، الشمس توصل غرفتي وتنرد ردود، ليلي يحبي وصفقت خاطر يقول، الجاهل اول مشي يمشيها ببرود، وهي لو بس عالشمات الدنيا خير، هي لو بس عالشمات الدنيا خير، تبرز النجمة الليالي تبقى سود، الناس تاكل بيا كن فقرة بنظيف، هسه لو ميت وكل من عندي دود، ومو مفاصل بالرجل صار بهواي، مو مفاصل بالرجل صار بهواي، بالتنفس عندي حصاير ركود، ريتي ركبت لها مصعد حتى عيش، الله الله، ريتي ركبت لها مصعد حتى عيش، وي هواية شايلت حق الصعود، أنا قد ما بالعقل زارع هواك، براسي خضر حلقة ويقاضي وشهود، وبذني قد ما تارس وياك بقدوم، راسي من هزيت طاحت بس وعود، من أفكر ياخذك غيري ويروح، أبقى عامو ست شهور مو بالوجود، لحظة من أفكر ياخذك غيري ويروح، أبقى عامو ست شهور مو بالوجود، لحظة إذا يشمك أغص بأربع فصول، تخنق البستان شمات الورود، لحظة إذا يشمك أغص بأربع فصول،
تخنق البستان شمات الورود. سلامتك. احسنت احسنت. احسن الله صح لسانك. صح الله بدنك حبيبي محمد اللبو. وجداني بحت طبعا. تسلمني تسلمني ما عليك سواد. الله يبارك فيك. رائع محمد طبعا تبدع بالوجداني ما شاء الله عليك. شوف كل شاعر الا يعني يميل لون معين، هو لازم يكتب كل انواع الشعر يعني الوجدان الغزل، بس لازم انت تبدع. يعني انا شوف نفسي لازم اتميز بلون من الشعر، خلي يكون هذا لون، لون محمد اللبو. وانا كاتب يعني الوطن الغزل نعم. لا غزل ما كاتب استغفر الله حتى لا تحرجوني. استحرم يجوز. لا لا غزل مو كاتب. رائع محمد طبعا. الله يسلمك استاذ محمد. اكيد اليوم انا مستمتع وياكم. احنا اكثر شاهد. قصائدكم والحوار وياكم شيق بعد. انتقاله الى عزام المطواحي طبعا. عزام راجع من تجربه اخيره راح نتكلم عنها ان شاء الله. ان شاء الله. تجربه شاعر العراقيه واستطاعت ان تمثل محافظته خير تمثيل. نسمع شعر وراح نتحاور في المحور حتى ناخذ راي الجماعه ان شاء الله. قبل القراءه بس اريد انوه. نعم. توارد بالاسود ترى متواردين يعني ما متفقين. انا هسه انتهيت. حلوين طبعا كلكم القصيده. الله يعزك. اقول خلي طبعك كن فراشه بجو ربيع وخلي نيتك على الحلال مغبشه ولا تعود الناس تعتبرك امام وانت تغلط بين فجرك والعشاء. الله الله. لا تعود الناس لا تعود الناس تعتبرك امام وانت تغلط بين فجرك والعشاء. تريد تكسبهم شرط احسن ولين ولا تميل الناس بيهم خرخشة. قمة قمة بالأخلاق ما شاء العزيز بنصلص انهم دوم خلها معشعشة. قمة بالأخلاق ما شاء العزيز بنصلص انهم دوم خلها معشعشة. صدفة حارس على الشرف لو عينوك الهن عيون الصقر ما مغوشة. صدفة حارس على الشرف لو عينوك الهن عيون الصقر ما مغوشة. صير طبة خير لو رحت المضيف هواي مرغوب الورود منقشة. صير طبة خير لو رحت المضيف هواي مرغوب الورود منقشة. ولا تطق الضحكة مناي ونحيب ذن من طور الحزن لا تفلش. شايف إحساس الغدر من العزيز يشبه إحساس القطل لو ندش. شايف احساس الغدر من العزيز يشبه احساس القطل لو ندش. كون تحترم الجرح لو صاب اخوك. كون تحترم الجرح لو صاب اخوك مو بحجه شاش تبدي تخربش. كون كون تحترم الجرح لو صاب اخوك مو بحجه شاش تبدي تخربش. دور اللي ما عنده خصير انت اخو ودوم خل بيك يتزامط لو مشى. دور اللي ما عنده خصير انت اخو ودوم خل بيك يتزامط لو مشى. السبع السبع مرات يحثر بس يقوم رشوة الصحبان هي التنعشة. السبع السبع مرات يحثر بس يقوم رشوة الصحبان هي التنعشة. ولا تسولف على القمر ويا نجوم الفخر لليل من حطها نغشة. لا تسولف على القمر ويا النجوم الفخر لليل من حطها نغشة. ومن تسير على العشق خلك اصيل وعد الافكار العقل لو طايشه. وحيل ناعم صير ويا اللي يعشقوا. خلي بشفوفك يحس بنغمش. الله خلي بشفوفك يحس. الله سلام احسنت احسنت. وترف طبعا عزام رائع ما عليك زود. والله عزام سحب دنك. عزام طبعا قصيده بيها من التفاؤل والوفاء للصحبه قصيدة رائعة طبعا. الله يخليك ما عليك والله. عزام راح نبدأ من يمك بالحوار ونرجع ناخذ رأي الجماعة طبعا الشباب. شاعر العراقية وهاي الرحلة والمسابقة اللي قدرتوا تمثلون بها الموصل خير تمثيل الحمد لله طبعا. هو هذا الهدف الأساسي من المشاركة. نعم. طبعا حدثنا عن هاي التجربة طبعا كانت جميلة استفدت. نعم. منها كثير يعني قرأت أمام اللجنة وشاركت ويا شعراء يعني على مستوى يعني مثلوا الموصل خير تمثيل. نعم. وبشهادات يعني من محافظات من الجنوب يعني. نعم. مو من الموصل الغربية والحمد لله هذا كان الهدف الأساسي من المشاركة الحمد لله. عزام طبعا انت من الناس اللي رافقت هماني بهاي الرحله كنت رائع طبعا بكل تفاصيلك انت والشباب.
اليوم الهدف الأسمى والهدف اللي رحنا حتى نحصله اللي هو ظهور الحلقة بمستوى يليق باسم أكيد الموسم. هو هذا الهدف الأساسي. نعم. والحمد لله كانت حلقة رائعة جدا. محمد اللبو شاركنا الحديث، رأيك بالمسابقات ونظرتك للمسابقة الأخيرة اللي كانت على الساحة. والله الصراحة الشباب ما قصروا. نعم. وانت من ضمنهم وهاي شهادة الكل، ما شاء الله بيضت وجه الموصل مثل ما يقول. هو هذا هدف. وقدمتوا أحسن صورة شعرية للموصل، للي يقول الموصل ما بيها شعراء. نعم. أو كذا أو كذا، بيضت وجوهنا. بارك الله بيكم، مبروك للفائز حسين وسام حسين وشجاع. نعم. وإن شاء الله يتوفقون وبيضون بعد أكثر وجه الموصل. لكن يعني الصراحة أستاذ محمد، أنا من وجهة نظر إنه أشوفها مو منصفة. تمام، إحنا نريدكم آراءكم كلها. آراء يعني أنا اتندمت إنه أول شيء ما راحت. نعم. وكثير من جماعتي ليش ما راحت ويا الولد ويا الشباب. تمام. فصراحة ندمت يعني. نعم. هي تجربة حلوة، أنا ما مشارك قبل المسابقات. نعم. يعني والظهور غادي يجوز يزيد لك يضيف. نعم. لك. تمام. الناس تتعرف عليك أكثر، الناس تشوفك، لكن بعد ما صارت وشفنا الحلقة وشفنا اللي صار بها ما أريد نذكر إيش صار. أكو ملابسات. لكن أكو غبن. نعم. أكو غبن، وهاي مو بس أحكي لك على حلقة الموصل، بالعراق كله. يعني يمكن هسه سمعت اللجنة إنه تفلشت. تمام. اللجنة الثانية. تفلشت. نعم. اللجنة. نعم. يعني شعراء والعدل اللي جو قرى. اكو تغيير صار كامل. ايه. فهي تبقى تجربه حلوه. نعم. ابارك للشباب، ظهور حلو، ادوا اداء جدا جيد الحمد لله، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. استاذ ابراهيم. نعم. اكو ناس بالمسابقات عندها تحفظات على اللجنه، واكو ناس اصلا فكره المسابقه وتقييم النص، بما انه الشعر ذوق يجوز نص محمد يعجبك ما يعجب عزام يعجبني، فاكو عالم تبقى مثل ما قال محمد خارج او ضد فكرة المسابقات. رأيك كشاعر صاحب خبرة طبعا انت ما شاء الله عليك. طبعا اول شيء نهني الاخوان اللي سعد وسام وشجاع الحليح. نعم. طبعا كلكم فائزين يعني. الله يعزك اكيد. ظهوركم بمعنى فوز يعني، وشرفت الموصل. الحمد لله. وابدعتوا صراحة. ما عليك زين. عاد تبقى على رأي اللجنة مثل ما ذكروا والولد اخوان الشعراء. بعد هم يعني اللجنه هي مختارين ممثل وشاعر. نعم. غنائي واستاذ محمد المحاويلي والاخرى مع صراحه كاتبه الست عائله ما اعرف اسمها. بعد مثل ما تفضلت يعني كل من يطرح رايه من. نعم. نظرته هو يعني الكاتبه تطرح رايها باعتباره كاتبه. نعم. الثاني استاذ محمد المحاويلي هو ترى رئيس جمعيه الشعراء فتره يعني. ضيال ميالي كذلك، القريشي. نعم. كاظم القريشي. نعم. ممثل على الأداء يعني. أها. فهي هي الآراء تنجمع ويصعدون شاعر. نعم. بس هو تبقى بس اثنين هم الشعراء اللي يقيمون الشاعر. نعم. يعني بهاي اللجنة اللي بالضبط. نعم. يعني البقية ما لهم علاقة بالشعر. نعم. وجوز تعجبهم يعني نص يتأثرون به مثل ما نعجبه أخوي عزام من قرابهم. نعم. يعني كان مبدع. أها. كلكم مبدعين. زين يعني تأثر بنص وكره يعني حتى قام يقرأ. نعم. وهم نفس الشيء يعني الشاعر إذا ينظلم حتى. نعم. إذا كان شاعر مخضرم ولو باع. نعم. طويل. تمام. بالشعر يعني المسابقات تظلمه. أكيد. زين وأكثر من مسابقات يعني بوقتها يعني أنا شخصيا يعني طلع اسم شاعر الحياة وما. نعم. رحت لظروف ما رحت يعني أنا رحت في سبيل رحوية يعني جماعتي وربعي. نعم. وتمثيل الموصل. وتمثيل الموصل بس. واستاذ ابراهيم يعني. الشباب يمكن يشاطروني الراي، في حال امتنعت اني وعزام ومحمد ما راح يكون تمثيل صحيح للموصل انه لا ما يصير راح تجي ناس الموصل ما بيها شعراء. نعم. لا لا او تجي ناس بعيدين عن الشان وناس دخلاء يروحون يمثلون الموصل، اذا تشارك يجوز تحس بغبون، فاحنا صراحه هي سلاح ذو حدين. إذا تسمح لي أستاذ. نعم. محمد أتمنى تشاركوني بالحوار. الشباب اللي راحوا واني هذا الكلام مسؤول عنه. نعم. ما يحتاجون لجنة تقييم. اللجنة ذاتها تحتاج لها لجنة. هذا قصف عشوائي. لأن لجنة نهائيا ما بها أي إنصاف. صح. ما أريد أذكر لك اسم فلان شاعر غبن وجزء أنت أول، أنا ما أريد أحدد فلان شاعر، أنتم كلكم كنتوا حلوين. الحمد لله. بس اللجنة هي بحد ذاتها يحتاج لها لجنة تقيمها. تمام. مو الشعراء اللي راحوا، الشعراء اللي مبدعين. كل احنا مرة احنا مؤمنين بقانون المسابقة، اليوم المسابقة عدد معين يصعد، ما من المعقول انه احنا ال 12 او التسعة راح نصعد. اكيد. لكن شنو احنا تبقى ولو لاحظتوا الشعراء اللي راحوا كلهم عندهم ظهور سابق.
يعني فضائيات، لقاءات، مهرجانات، يعني حتى ما كنا صراحة على قولة العرب ما رايدينها احنا، لان كل اللي رحنا الحمد لله ظاهرين في البرامج الشعريه وان اسمنا على الاقل في مناطقنا في محافظاتنا. كثير شعراء ما توفقوا، يعني هسه معروفين ومشهورين مثل سيف الحلفي وامثاله، ما توفق بالمسابقه. بس هسه احكي لي عن سيف وامثال سيف، ما يحضرون اسمائهم، صاروا نجوم بالعراق وهو ما اخذ اللقب ولا فايز باللقب. فهي قلت لك احتمال تضيف للشاعر واحتمال لا. تمام. نزل الشاعر اكيد. عزام الفائز هو مثل ما ذكر محمد، اخذنا الى جزئيه انه انت الفائز قد و100% هو لا يكون اشعر من هم معه. والدليل الموسم الاول يعني. صحيح صحيح، هي مو قياس. شوف انا يمكن قلتها قبل، هي سلاح ذو حدين. نعم. الهدف من المشاركه كانت انه صراحه اكو ناس يقولون بالموصل ماكو شيء. تمام. صح. يعني هو هذا الهدف اللي احنا رحنا عليه، يعني احكيها هيك. اكيد اكيد. قالوا انه الموصل ما بيها شعر. فالحمد لله بعد الحلقه يعني ناس جوني من الجنوب وقالوا كانت حلقه رائعه، هو هذا اللي رحنا عليه، ولا رحنا لا على فوز ولا خساره، كل من فاز الف مبارك عليه وان شاء الله بالتوفيق. هو الفوز الموصل يبقى الفوز. أكيد. الموصل اي شعر؟ الموصل طبعا. أكيد. الموصل ردت سابقا وردت الان، الموصل في 2005 في نجوم الشعر. برنامج من أصعب البرامج الشعرية. أكيد. المركز الثالث على العراق، مثلنا أستاذ محمود عبد العزيز وأستاذ إبراهيم السليفاني، صدام السحل، صدام السحل، فد عم جبور. طبعا المركز الثالث مو فد شيء يعني هين أنه أنت. أكيد. بعدنا الناصرية والبصرة وغيرها من المحافظات كانت. الهباع طويل بمجال الشعر. نعم. أنت تأخذ ثالث على العراق يعني. نعم. وأيضا عندنا شعراء، أستاذ إبراهيم الأول على العراق بالأنبار، إبراهيم السليباني. نعم. نعم. رماح الغانم 2006 ثاني على العراق، شباب. أكيد. العراق عندنا أسماء كبير، راكان الجبوري. أكيد. راكان أستاذ محمود عبد العزيز بال 99 شاعر شباب العراق كان. فعندنا قدم انه احنا امامنا واحنا نكمل الطريق. بس الشارع. هي عندنا بس ليش، شوف ليش الناس الصغار محافظه تقول لك الموصل ما بيها شعر؟ على اي اساس جاي يحكي هيك؟ اعلام ظالم. اعلام ظالم. تمام. يعني هسه عوام البرامج الشعريه بغير محافظات ما يستضيف من الموصل، هو يعرف الموصل بيها شعراء. تمام. محمد هذا الحديث راح نتكلم عليه طبعا بعد ما اخذ منكم قراءات، لان اخذنا الكلام تمام. نسمع منكم وجمهورنا لا يزعل، الحديث وياكم شيق. الله يخليك ابو عمر، القراءه لك لو انك دمني معزام براحتك. والله كيفكم؟ حتى انا غير اقرا من يا معزام. وجداني. نعم. لانه اجواءي. تعال تعالوا شوف حال محير الدفان، كل يوم وين اجي له مكفن محن، من اشتاق لك تصعد بروح النار وجرحك ما نسيته بكل كتر شعوه، كون الماخذك ماخذ لشمره وياي، وعلم شلون من بحضنك الشنة، وعلم شو وقت تخجل من ترد زعلان، وعلم شلون تضحك وانا اصلا، وعلم شلون شعرك ذايب شماي نسيت المشط بيده يتمشى، وعلم شلون شعرك ذايب بشماي نسيت المشط بيده يتمشى. بشرني بشرني المحب شخباره هسه وياك، كون انسان واعي ومو شخص منحط، لافد لحظه وقف انا شو اللي باي عسى يذل حضرته بكيف الشر، لافد لحظه وقف انا شو اللي باي عسى يذل حضرته بكيف الشر، طب هاي سوايتك روح الله لا ينطيك، خليت الدموع بخدي حفره خط، فزست الحزن والهم شف الاردان ضيم الله وكسر ينباب قلب انحط، الله الله بهاي سوايتك روح الله لا ينطيك، خليت الدموع بخدي حفرة خط، وفزست الحزن والهم شف الاردان ضيم الله وكسر ينباب قلب انحط، ضيم الله ضيم الله وكسر ينباب قلب انحط، راسم لك عشق وبصفه ظل الموت، ترج ببرود شخصك رسمك مشخبر، يم غير السوالف صايرات اسرار وبس وياي حسن حسك مقمر، يم غير السوالف صايرات اسرار وبس وياي حسن حسك مقمر، انا منبع علم ما تقول لي يا مهموم للطبع البحر يستصغر اسم الشر، انا منبع علم ما تقول لي يا مهموم للطبع البحر يستصغر اسم الشر، مو صوتي ولكن قلب الاستنقاد
ومسكين القلب من حبك يتورط ضامم لك فرح بس انت ما حسيت حبيتك صدق بس عشقك مخربط حبيتك صدق بس عشقك مخربط الله عزام صح لسانك عزام نذهب بفاصل ونرجع لك محمد اللبو ان شاء الله فاصلنا الاول مر سريعا طبعا مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعين لكم مبدعين اليوم حلقة ممتعة صراحة أنا مستمتع فيها شخصيا احنا أكثر فاصل قصير وراجعين لكم لا تذهبوا بعيدا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير نكمل فقرات سهرتنا لهذا اليوم ومبدعين طبعا القراءة كانت قبل الفاصل يا معزام والانتقال إلى المبدع محمد اللبو سلمك ربي انت مخير بعد ان شاء الله سمعكم قصيده اجتماعيه نعم طبعا تنويه قصيده ما تمثلني ولا تخصني بس تعرف الشاعر يكتب كل شيء نعم لا مبين عن الغدر والاصدقاء انا الحمد لله ما عندي اي صاحب غدرني فضل من الله الحمد لله جبت اثنين ما كفاني غربيل جبت اثنين ما كفاني غربيل احط واحد يطيح العشره جوا على الماتس وربعي هواي يوفون شرط من يطعنوني بطعنة تسوى العاشوا بي نخوة العاشوا بي نخوة بطرق الأنفاس ومو بس بي نخوة وبي نخوة قد ما رأسي داخل مكفل عزاز واحدهم صداع بعيني سوى قد ما رأسي داخل مكفل عزاز واحدهم صداع بعيني سوى شفتهم منطحت شفتهم منطحت متمني عميان ولا اشوف الزلم قدامي نسوة مو على المال ركضوا لا على المال الله طلعوا الله مو على المال مو على المال مو على المال ركضوا لا على المال الله طلعوا بالمصالح ربعي قدوة شنت العوز اذا مر بيهم اغتال ومو شبت رفع عشت سنيني قوة من عمر اللي جاي الداين اتعام قلت يجوز القيام حلوة من عمر اللي جاي من عمر اللي جاي الداين اتعام قلت يجوز القيام حلوة وصبرهم وانا المصاب محتار اكثر من فجرهم ليلي ضوى وما اصرف دمع عالصرف وانظار اكو بيهم وجه باكي لخوة عشرتهم دغش عشرتهم دغش ما طالت وياي عشرة مغربية تخاوي غفوة انا صعدت فوق اجدافي من صار السلف مو بابا شفت بوجهي سده لا عتبتنا كانت تغزر وياه ولا بعيونه وقفت لي قاعده ما اريد الظهر راح امشي وجهين خاطر بالطعن مكفايه سنده ما اريد الظهر راح امشي وجهين خاطر بالطعن مكفايه سنده معروف النكر ما نكره الذات اللي بسيفي بزعت له بذبحي حده وبعد ما شبه الوردات باصحاب الورد بالشده ما ينفع بشده وبعد بعد ما شبه الوردات بصحاب الورد بالشدة ما ينفع بشدة وبعد ما أقول أخوي لصاحبي بيوم لو ابن أمي هسه قبالي عنده وسلامتكم الله الله أحسن الله إليك مبدع محمد طبعا الله يسلمك رائع جدا قصيدة طبعا ذكرتني بقصيدة إلي طبعا على الأصدقاء هو أكيد راح نسمع منك هسه بعد ما يتفضل طبعا وقتكم هو لكن راح أجاوبك بهالقصيدة إن شاء الله قصيدة قصيدة من القديمات طبعاً هي من العتيجات على قول الشيء يا ربع الدنيا شحت وأنا درب بعيد شجاها وجوهكم تستاحش الملقى أنا بعازة أخي دليني وين الشوف ويحط صبحة على الليل ونقتل الفرقة أنا بعازة أخي دليني وين الشوف ويحط صبحة على الليل ونقتل الفرقة علي اللي الهد وانا طرق الاه وبعد بي توالي من الربع شبقه قلت لو قف ولك خلي ربعي اللي يفزعون ندهت بصوت ردت على الوجه صفقه مثل غرقان ويد الروج تلعب بيه مثل غرقان ويد الروج تلعب بيه وهداها النفس وتبرت الشهقه تبريتوا بعدكم لو كسرت العود لو صفر دربنا وطاحت الورد أنا ذاك القديم اللي كان يمطر غير إذا فكرة تمر ينبابكم حرق وأنا المالح درب مو بس ملحت الزاد أعرف الزاد وأنا المالح درب مو بس ملحت الزاد أعرف الزاد ما يغزر مع الرفق وأعرف الدنيا مسخت
والربع تنباع إذا صار التمر يتبرى من عتقه. الله الله. ربع ربعي إذا ينخونك أنت اغتاظ. الله ربع ربعي إذا ينخونك أنت اغتاظ وباوع بالظهر شيلتهم وتفقد. ربع ربعي إذا ينخوني أنت اغتاظ وباوع بالظهر شيلتهم وتفقى بسلت وجوه ربعي بطارف الغربين وقبل ما هز أدري ولا وجه يبقى. أبد ما هز أدريكم ترى تطيحون شلب ويطير ويدين الهوى تسحق. ألم بيكم تذرون على درب الغير ولا بيكم وفي الدرب الخو استنقل. سلامتكم أستاذ إبراهيم. القراءة لك طبعا. نرجع اللون هو المفتوح. المفتوح نعم. وهم نرجع على جروح العراق طبعا جروحنا كلنا أكيد. اليوم حلقة عيد بس أنت عيد بس يعني كي لا ننسى خلينا نعم قمنا نشتم قمنا نشتم كل حرف فيه ذكريات. قمنا نحلم حلم بايت حلم سبعين يضم قيمة حياة. احنا أول شعب ينهض يصحى صبح الله ويلبس الأمنيات. احنا أول شعب ينهض يصحى صبح الله ويلبس الأمنيات. واحنا آخر شعب يتوضى مغيب يفرش جروحه قبل آخر صلاة. ينفض تراب المعارك يكحل عيون المدن يصير عسكر صبر في وضع الثبات. وانت عكز على جدام تمشي على النار وترد شايل جنازة فرح وتدفن بأقرب حديقة تخلي نيشان ورد. وانت عكز على جدام تمشي على النار وترد شايل جنازة فرح وتدفن بأقرب حديقة تخلي نيشان ورد. والفراش ينكس الجنحان ويردد نشيد ويوارى في الثرى ذاك العراق. الله الله. وتأن الأرض من هول الفراق أين مثوانا فقد ضاق الفضاء. الله قد بعثنا وحدنا صوب الشقاء. أعد أعد الفصيح من بداية أبو عمر. ويوارى ويوارى في الثرى ذاك العراق وتأن الأرض من هول الفراق أين مثوانا فقد ضاق الفضاء قد بعثنا وحدنا صوب الشقاء. بلد لا آتي لم أقصد هجاء بل قصدت المدح كيدا بالنفاق. وينزل التأبين بهدوم الحمر وتنتل سطوح الجرايد ودمنا ينزف بالسوالف نار جرح فينا يلجم بالجمر. الله. وينزل التأبين بهدوم الحمر وتمتلي سطوح الجرايد ودمنا ينزف بالسوالف نار جرح فينا يلجم بالجمر. والصدق نيته بمعيته والسرى واصل لحل باب النشر والتملق للكراسي يصير عيد. والضمير اوراقه صحراء والحروف اللي بيها صيف مش ما تهز غيومها ماكو جديد. الله الله. كافي جبناها سواتر وكافي زرناها مقابر. كافي جبناها سواتر وكافي زرناها مقابر. وكافي زرناها مقابر. ما سمعنا المات يرجع ولا خلص طار الرقاب. هدومنا غسل الدماء بزور برينا الذئاب. شنو ناقص صالح عن ايش ما مشت تلقى الحرارة. الله سلام الله عليك. صح لسانه رائع ابو عمر طبعا. عزام محمد ابو عمر من الجيل القديم طبعا. اكيد طبعا اكيد انتماء. راح نرجع على بداياتكم انتم كشباب. محمد عزام بداياتك. بداياتي البداية طبعا البداية الفعلية يعني أول من كتابة 2014. نعم 2014 تميت الجمعية الأدباء الشعبيين. نعم. فرعنين واحتضنونا الأساتذة طبعا. أول من احتضني أستاذ رماح الغانم أوجه له تحية تحيات وعرفني على الشعراء وصار احتكاك. نعم والحمد لله. محمد اللبو عمر الشاعر بدايات الشاعر يعني في المصطلح وفي الوسط الشعري تحسب من الانتماء أو صعود المنصة. البدايات قد تسبقها سنوات طبعا من المحاولات طبعاً. شوف أكو شعراء يعني بادي قبل 10-20 سنة و 15 سنة وسا يسحب الوزن. أه. وقصة شاعر جديد يعني. نعم. ما صار له سنة سنتين يخلي بنص الطريق. أه. مو شرط البدايات العمر بالشعر ما مو قياس. لا أبد مو قياس. نعم. يعني هو نعم. شعراء بسنة بسنتين وصلوا. نعم. أكثر من أبو 10 سنين والانتماء. نعم.
بداياتك محمد؟ بداياتي 2013-14 نعم. قبل دخول داعش انضميت المنتدى الحدباء. تحياتي لجميع الاعضاء المنتدى، تحياتنا لجميع الجمعيات والمنتديات اللي بالموصل، لكل شاعر في نينوى. اكيد لكل شاعر في نينوى وفي العراق. نعم انضميت المنتدى، وبعدني بعد ما بديت اكتب يعني بعد قصيده ما كملت وفات داعش للموصل. نعم فتره السبوات ما كتبت كل شيء. نعم. توقفت عن الكتابه، بس كنت اسمع يعني القصائد. بعد تحرير الموصل لا ارجع للشعر و... نعم. يعني من تسمع فلان سوى مهرجان وفلان انت تتحفز انه نعم. تكتب، مطلوب منك يعني حتى الناس نعم. تعرفك، الناس تشوفك، بعد هي هاي فرصتك. نعم. فالحمد لله بديت قصيده قصيدتين، وان شاء الله اصل المستوى الناس ترضى عنه ان شاء الله. محمد اليوم الموصل بها جو قد يختلف عن باقي المحافظات. اليوم شعرانا الشباب في كل المنتديات، استاذ ابراهيم تشاطرني الراي يمكن، عندما يجون يبدون يكتبون الشعر يجدون احتضان وناس تصعدهم منصه ومهرجانات، هذا الشيء ما شاء الله اخرج لنا جيل شعراء حلوين من الشباب كثيرة. اللي قبل فتره الثلاث سنوات وبعدها. انت باعتبارك من الناس الرواد القدامى، هاي الجزئية الاحتضان والكبار للصغار في محافظة نينوى تعرجنا عليها طبعا استغرق. اكيد يعني فما تقتصر على الرواد بس، يعني انت جيل يسلم الجيل. نعم. نقول يعني بدايتنا كانتماء للجمعية هو بال 96. نعم كانت جمعية بسيطة جدا يعني تسمى جمعية الشعراء الشعبيين وكتاب الأغنية. نعم. في العراق. أهو. بعدين المصطلح والاسم غيروه، يعني ينعدون على صابع الشعراء في الموصل، شعراء ينعدون على صابع، يعني اذا هم 20 اكثر من 25 شاعر. أه. بس بهال 20 تطلع جزء خمسه. نعم. يعني بعدين يعني انا انقطعت خمس سنوات رجعت ما شاء الله جيل مبدع. نعم. جدا، والقائمه تطول ما اقدر اذكرهم كلهم يعني. سواء بجمعيتنا. نعم. صارت منتديات اخرى يعني. نعم قبل ماكو بس جمعيه واحده. نعم استاذ ابراهيم طبعا. هذا الكلام قبل الاحتلال ومن ثم بعد الاحتلال اللي عانينا منه 2003. اليوم القاعده انتم كشعراء القاعده واسعه اليوم كشعر شعبي، مجال مفتوح، عشرات الشعراء الشعبيين، ثوره. نعم ثوره من الشعر. أه. يعني فالشاعر يعني لازم يجيب شيء جديد حتى يتميز، مثل ما قلت لك ثوره. أه. لازم الساعاني. نعم. ما لم اقطع كلامك، اتميز انافس عزام من جيلي شباب، انافس منافسة شريفة. نعم اكيد، مو اكسر بي حشاء او غير شاعر او غير شاعر. نعم. وهذا مقصد، لا انافسه بي خير، انا اصير احسن منه. نعم. بالشعر اكتب قصايد احسن منه، منافسة شريفة منه حلوة يعني تاخذ منه تنطيه يعني. نعم. الشاعر ما يسمع شعر او ما يسمع شاعر ايجارية ويسمع من عنده. نعم. ما يقدر يستمر. الاختلاط الاختلاط لازم يعني بالشعر. سلمني وسلمك مثل. نعم. ما يقولون يعني جيلي سلم الجيل، احنا نرجع على الجيال. نعم يعني اذا انت شاعر وحدك وما تسمع شعر وما تشوف شاعر ويعني منقطع فد مره ما تقدر تستمر. أكيد. صح ولا لا؟ تحديدا الشعر يعني الشعر يراد تواصل، يراد السماع، يراد قراءه، احتكاك. نعم. بالضبط. زين جزئيه القراءه استاذ ابراهيم، اليوم شعرانا الشعبيين للاسف اكو نظره على الشاعر الشعبي انه شاعر غير مثقف، طبعا هي بالعكس نظرة بالعكس. ظالمة هاي النظرة. القراءة والاحتكاك نبداها من يمك، القراءة شو تضيف للشاعر والسمع؟ اليوم احنا التواصل واي قصيدة تكتبها تسمعها انت استاذ ابراهيم، القراءة شو تضيف للشاعر جزئية القراءة؟ الشاعر الشعر الشعبي تحديدا الشعر الشعبي يعني مفتوح، جو مفتوح. نعم بحر بحر يعني، مع احترام الشعر الفصيح وعندنا محاولات قبل شوية. نعم. قريت يعني الشاعر الشعبي هو شاعر يقدر يكتب فصحى. أكيد أكيد هو شاعر بعد. الثقافة والاستماع. نعم يعني تنمي خيال الشاعر، تضيف له مثلا يبتكر صور جديدة. نعم. ما أقول لك يقلد. أها. لا التقليد، احنا ضد التقليد والسرقة خلينا نقول. نعم بس تنمي خياله، يقدر يبتكر صورة جديدة. نعم. حتى إذا صورة بسيطة. أه. يعني والدليل أكو قصائد يعني صورة واحدة اشتهرت القصيدة. نعم. والشاعر أكيد. كذلك اشتهر صح أكيد. ولا لا؟ ف يعني الثقافة والاستماع مطلوب للشاعر. نعم. يعني محمد اللبول. نعم. الثقافة، أقطع كلام أستاذ إبراهيم. نعم.
الثقافة أو القراءة تولد عندك ثقافة باللاوعي، مخزون من المفردات، من الـ يعني حبك وصياغة المفردة. أكيد. شوف مرات الساعة إحنا نكتب بلهجة مو لهجتنا. نعم. لهجة أهل الجنوب وأهل بغداد. اللغة البيضاء يعني هي لغة الجميع. أكيد أكيد، ولكن هسه بالموصل أكو مفردات أنا استخدمها بالشعر ما استخدمها بحياتي العامية. نعم. لا ويا جماعتي ولا يا أهلي. نعم. يعني الحسشة خلينا نقول. نعم تمام. فلازم الشاعر يقرأ حتى أنا مرات فصح أقرأ. هو القراءات الفصح. نعم. مداخلة. نعم. يا ريت تكون. تفضل تفضل. بالمهرج أو بالمسابقة اللجنة قالوا هذا شعر عراقي يعني. نعم. فهل مال المفردة الجنوبية أنت جاي تحكي شيء عام؟ صح. أكيد أكيد اللهجة البيضاء. تريد تخلي بيها حسجة تقدر أنت بإرادتك. نعم. أكيد أكيد. مو أنا تريد تعطيها خصوصيتها أفتهم رأيك يعني. أنه أكو مصطلحات يعني أنا ما كنت أعرف شنو معناها. نعم صح. من دخلت المجال الشعر سمعت هاي القصيدة من الجنوب أو من بغداد أو من أي مكان. تمام. أسأل على هاي شنو يعني أنا شاعر بس أسمعها ما أفتهمها. تمام. شنو معنى هاي الكلمة؟ فجمعت عندي يعني شويه ثقفت اكيد من اقرا واسمع شعر صار عندي حافز للكتابه. نعم. يعني انت جرب نفسك مثلا تقعد فتره لا تسمع لا تخالط لا تروح. نعم. اتحداك تكتب حرف. أه. وكثير اسعكوا شعراء يقول لك تارك الشعر يعني حتى سماع ما يعجبه يسمع. لكن يعني انت بمجالك يعني حتى مرات واحد بعمل وشي احضر فلان امسيه فلان مهرجان. نعم. حتى اذا بواني منتمي لها او عندي أكيد مشاركه أكيد بيها وقرايه. نعم. لا اسمع. تمام. اتعلم الإنسان. تمام. مو بس الشاعر إيش ما يتعلم هو إلا يحتاج بعد تعلوم. نعم. فيعني القراءة والسماع مطلوب لكل شاعر. نعم أحسنت أبو جاسم. أحسن الله إليك. عزام اليوم الموصل حركة شعرية دؤوبة يعني ما يمر أسبوع أسبوع المهرجان في جمعية الأدباء وأسبوع الثاني في الحدباء والآخر في الشعراء والمنتدى مجرين حركة شعرية أي يوم يعجبك تسمع شعر الشعر موجود في كل المنتديات ظاهرة أكيد إيجابية وجو مفتوح للشعر رأيك في هذه الجزئية يعني. أكيد طبعا هي أول شيء تضيف للشعراء. نعم. يعني هاي الأماسي والمهرجانات المحلية اللي يقيموها جمعيات أو المنتديات. نعم. بدون تسميات طبعا كل أكيد كل المبدعين. كل المبدعين أول شيء تضيف للشعراء. اثنين للجمهور حتى ما يمل. يعني ممكن انت تروح على الامسيه مال الجمعيه وراها بيومين المنتدى يقيم امسيه. نعم. فتروح فهذا التنوع يعني سوى حركه بالموصل. نعم. للذائقه وللشعراء فحركه كثير مهمه بالنسبه للشعر. الحمد لله. راح اسمع منكم شيء ونرجع الى موضوع الذائقه الشعريه. اليوم ذائقتنا ذائقه تمام بالموصل يعني اكو ناس اختلفت الوضعيه ابو عمر انت معاصر الذائقه الشعريه وصلت مستوى شعراء شباب يجيهم جمهور يقيمهم وينقد قصائدهم راح ناخذ رايكم موضوع الجمهور بما ان حكينا على القصيده وعلى المنتديات نبداها من يم عزام اليوم في الحياة بالنسبة للذائقة. نعم. يعني الذائقة شو تضيف للشاعر قصدك؟ لا أقول لك اليوم يعني ذائقتنا موجودة. موجودة أكيد. تقوم الشاعر موجودة. أكيد هي شو تضيف للشاعر. يعني أكو أماسي ومهرجانات تصير يعني ماكو مكان قاعدة. أها. صحيح. يعني تمام. بكثير شعراء يجون يعني يستغربون من فالذائقة موجودة بالموصل. نعم. محمد اليوم الجنوب والفرات الأوسط والوسط الذائقة هي اللي صنعت الشعراء صراحة أكيد. أكيد. لأن ذائقة خطرة وما ترضى بأي نتاج هي أكيد الذائقة هي اللي صعد الشعر. أه. وهسه بالموصل مثل ما تفضلت يصير ذائقة. نعم. الشعر صراحة ما كان أكو ذائقة قبل فترة. نعم. محددة ما أذكر. نعم. لك يعني مدة ما كان أكو ذائقة شعر. نعم. شعبي بالموصل هسه لا كثرة المهرجانات اللي تصير مثلا بالجامعة أو بفلا مكان. نعم. الناس عتعرف شنو شعر شعبي. نعم. عتستمتع بالشعر الشعبي. نعم. الناس تجي تحضر بس هم يعني بصوره قليله. نعم. مو مقارنه باهل الجنوب او بغداد او بغير محافظات. تمام. لا يعني غادي عندهم الكبير مالهم للصغير يذوق شعر شعبي. اكيد اكيد انا مرات انت تكتب قصيده تتعب عليها تجي تسمعها مثلا واحد خلينا نقول من ربعك من جماعتك. نعم. ولا ينطرب عليها اكيد
ابو عمر راح انتقل يمك طبعا. موضوع الذائقه الموصل يقال واحنا كشعراء شعبيين ما نرى هذا الشيء ان ثقافته هي ثقافه الشعر الفصيح، لكن اليوم الشعر الشعبي بدا ياخذ حيز وبدا ما تلقى عائله اليوم اذا ما بيها ذائق للشعر الشعبي. أكيد. رايك بهالموضوع بتطور سماع الشعر؟ طبعا هي الموصل مبدعه بالشعر الفصيح. نعم هذا الشيء يعني ما يختلفون عليه. نعم وصلوا مراحل يعني برامج حتى القنوات الفضائيه. نعم. بس بالمقابل يعني مثل ما تفضلت وذكروا اخوان الشعراء الذائقه موجوده يعني القنوات موجوده يعني. نعم. اي واحد يريد يسمع شعر شعبي يدخل على اي قناه تواصل اجتماعي او يوتيوب او اي متوفر بكل المكان متوفر بكثره يعني. فشبابنا صارت عندهم فكره عن الشعر الشعبي. نعم. يعني تحديدا الموصل اكيد لان يعني معيشه الموصل او اسلوبه يختلف عن بقيه المناطق. نعم. يعني بس للاسف مرات الشاعر بالموصل ما يعني يشوف تشجيع. يعني يجي يسمع يجي مثلا انت تقرا له قصيده يقول لك والله فلان شاعر تمام اقوى من الموصل. وهذه السبب هو امر نرجع على نفس هذا اللي هو الاعلام. زين ابو عمر اليوم لا تكاد قناة ما بيها برنامج للشعر الشعبي. أكيد. هذا دليل على أنه الشعر الشعبي واصل للجميع، ويعني مهما أكو ناس طبعا جاي تشتغل ضد الشعر الشعبي، لكن الشعر الشعبي إن شاء الله قوي. الشعر الشعبي يبقى راسخ قاعدة يعني. جماهيرية. أكيد. أكيد. الحديث وياكم أخذنا طبعا نسمع منكم شيء قبل الذهاب وفاصل. منو تحب؟ براحتكم أنتم. نبداها مني هم مني يا معزام. يلا عزام اليوم راسك. طبعا قصيدة طلبت مني يعني كثير. منو طلبها؟ لا والله اصدقاء يعني. يعني قصيدة عامة لو خاصة مثلا؟ طبعا احب اوجه لهم تحية. اصدقاء اعزاء واحبهم هواي، شاهر الشمري، مضر الشمري، فهد شجاع. تحياتنا. ربي يحفظهم ان شاء الله. القصيدة على لسان شاب. طبعا هي سوت لي مشكله، كل ما اقوله يقولون لا لسان حالك يا والله لسان شاب. مو هاي مشكله مشكله يعني قلت ليش ذوحت قبل القصيده اللي قريتها؟ على لسان شاب. نعم. أبا على لسان عزام. نعم. على لا مو على هو عزام شاب. فإلى الذين يعانون من وباء الحب الخجول انا اعشق فت شخص فوق الخيال وهاي قدام اعترف بالمسألة عند رأس أب وسط خد الساوي جيل الله بيش غازل والله حسنك مشكلة بس راهن على الخشع ليلة بصلاة بس يشوفك جسمه يخدر بكمل بس راهن على الخشع ليلة بصلاة بس يشوفك جسمه يخدر بكمل حسرة الباقة انتظر ويا الحنين ويا دمع الشاي الهموم وبلا ما يهم قلبي لو صاب العذاب ذني كل هنوانه في الورى ما يهم قلبي لو صاب العذاب ذني كل هنوانه في الورى روحي لكون بس يرضى يطب بصدري يوم خلي يحس بروحي من تشتاق لي وانا ادري الفرق هم كل الشبير طالب وعاشق لوحده مدلل انا طالب بس اعجبك مو رجيش ولا تحس بشخص ورقة مبللة أنا ذاك اللي ما يخون بولفة دومك طبع ديوان وعلى لسان الهلة أنا ذاك اللي ما يخون بولفة دومك طبع ديوان وعلى لسان الهلة هسه بالله شلون رايدها بحلال نيتي بيضة من السواد مغربل يمها طشيت العشق خضر غرام كل حنان الكون شايل سنبلة كنت اظن الوقت ساعات ويفوت صرت احس ايامي بعد مبهدله كنت اظن الوقت ساعات ويفوت صرت احس ايامي بعد مبهدله وهي مو شغله محابس بتشوفوه انا حاير بيش راح اقنع اهله وين من الله وعلي يوافقون واشلع الهم من عروجه واشعله واقعد بصف البلابل على الخضار وانا وياهم نصير الغازل ما يهمني ما يهمني البعد لو طال المكان والله لحبيلك وجيها الكربل والله لحبيلك وجيها الكربل لو قرنفل
فاح من عطراه ويطيب شمه وجرح من حاله ويطيب هو الطرواه ابريت اذا طبب اليوم وين شمشمان الله يساعدك الله يساعدك يقول مولي بين مولو عزام بعد قصيده عزام راح نذهب بفاصل ونرجع كالمعتاد الى مبدعنا محمد اللبو طبعا مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعين لكم لا تذهبوا بعيدا من مرينا من البير لقينا اسرارنا مفرعه ولقيناهم بدين الغير يحرقون العمر شمعه الله ويرقب الينباع واحنا ويانا بس دمعه واحنا ويانا بس دمعه الى المبدع محمد اللبو الخيار لك ابو جاسم عكس ما كنت اريد الصار بي او بيج قالوا منه هل هخطبها اذا تحبها من راس الفرع دقت لهفت الباب ومن اسبوع عمتي بشفت جربها قبل لا اقعد امك ضدي وقفت ليش ورفضتني بمسبه وتناسبها كسرت قبل لا اقعد امك ضدي وقفت ليش ورفضتني بمسبه وتناسبها كسرت بي واهس طفل يبكي بليل كسرت بي واهس طفل يبكي بليل وما يتم بقبرها وفنه يقربها اجيت بطرق نيتي وبيها ماكو جيوب ما كنت تدري ام الجيب يعجبها مو شغلة شجاعة الفلس يلعب دوره لو على المراجل والله خربها مو شغلة شجاعة الفلس يلعب دوره اهي لو على المراجل والله خربها قمت ابكي بدمع حوشية من الطيح وبصفها بجفن ملفوف شايبها قد ما دنقت من فشلتي من الناس قمت ابكي بدمع حوشية من الطيح وبصفها بجفن ملفوف شايبها قد ما دنقت من فشلتي من الناس خلافك لو اجى الذري تحدبها وعلى الها بشر السويت ها والصار اذن قبال الاخرس قمت احجبها وعلى شلونك محمد خان التعبير نقول انزين جف لساني اضربها رد فعلك طلعتي من مشرد للباب الساعه شمامشه يرد لها عقربها عتبت بابكم من عندها خضر شاب من قد ما بكيت بدمعه شربها عتبت بابكم من عندها خضر شاب من قد ما بكيت بدمعه شربها ونفس ما ظل لي ونفسي ظلت بيك نفس ما ظل لي ونفسي ظلت فيك بريت النسمة كانت باسمك الطبغة فراغك على الأقل مال العقل صفنات اللي يمر من يمي ذكرى براسي اكتبها اللي يمر من يمي ذكرى براسي اكتبها الله يسلمك أحسن الله إليك أنت الأروع صح الله بدلك حبيبي رائع أبو جاسم عنده تلاعب بالمفرد الله يسلمك ما عليكم زود ممتع أبو جاسم مشينا وفرعت بعيوننا حجايات وعلمتون الجفن كم دمعة مختنقة ندير وجوهنا النظرات ما تندار الله. ندير قلوبنا تمشينا على الملقى الله الله. المبدع أبو عمر بي ليل بيك ليل وبي يلف صفنا بتواكح سهرتي بيك ليل وبي يلف صفنا بتواكح سهرتي الحلم يمك طفل غافي حلمشاعر صاحي لو محيرتي المشاعر بيك ليل وبيلف صفنا بتواكح سهرتي الحلم يمك طفل غافي وحلم مشاعر صاحي هو حيرتي مرايتك ترفى وتشوفك حيل نيت وانا اسمر صار وجه مرايتي الله الله مرايتك ترفى وتشوفك حيل نيت وانا اسمر صار وجه مرايتي كافي قاضيها شطب بالذكريات شراح تمسح دربي خطوة جيدي الله. لو تشقق كل حياة طين البيوت ولا تشم هدمك لين في ريحي لو تشقق كل حياة طين البيوت ولا تشم هدمك لين في ريحتي ولا تساعد فقرة لان حبنا فقير العوز ضد العشق وفل حجايتي ولا تساعد فقرة لان حبنا فقير العوز ضد العشق وخذ حكايتي ونص آخر سمعكم إن شاء الله نعم ليش ما ودعني همسك ليش ما ودعني همسك حتى بعدك ألبس ثياب انتظار الدنيا ما خلص وفاها الدنيا من طلق الصبح جابت نهار الله ليش ما ودعني همسك
حتى بعدك البس ثياب انتظار. الدنيا ما خلص صفاها، الدنيا من طلق الصبح جابت نهار وحلفت ليل التمني. من يمر بديرة تحلم يبوس خدود الزغار. شبيك هم عسك عرج وضع البسيط واختمت روحي بشمع أصعب قرار. ولك حتى النجم شيب والقمر لابس وقار. وجلدي باد من المواسم ولو أنا مدري شلون صار. تدري من نسكت مصيبة وتدري من نزهق مصيبة. مثل بارود ويشم يشم بهدوم نار. وأدري أدري من تتعب ترد لي لأن طبع الأرض يمشي في فد مدار. صح لسانك أبو عمر. طبعا قراءات متنوعة اليوم، مستمتع وياكم طبعا الثلاثة. أحنا أكثر أبو جاسر. راح نرجعكم شوية لي وراء إلى الطفولة ومحور خاص شوية بعيد عن الشعر. نبدأها من أبو عمر بحكم الفرق بالعمر. أبو عمر طفولتك تختلف عن طفولتنا. أكيد أكيد ولادتك موصل وترعرعت بالموصل. والله الصراحة ولادتي بقرية يعني. أها تمام. بس ما سكنت بالقرية. نعم. يعني فتحت داخل الموصل منطقة شعبية نذكرها هي الزنجلي طبعا. نعم. عزيزة علي حيل. أكيد أكيد. لأن درست بيها سنتين يعني الصف الأول ابتدائي والثاني. نعم. وانتقلنا إلى منطقة أخرى. بس أبو عمر يعني طفولتك أنت ما شاء الله هادي تبين. بس بالطفولة عاد ما نعرفها. شلون كانت أجواء العيد بما أنه بأجواء عيد؟ يعني شوية طبعا الطفولة يكون الواحد يعني شوية مشاغب ووكح شوية. نعم. بس بعدين يعني قاعدة أي واحد يكون وكح بطفولته راح تنعكس. هدوء. نعم. يصير هادي يعني. نعم. بس رغم هاي الطفولة يعني طفولتكم أبو عمر يعني. أيام الطفولة في الموصل ذلك الوقت الصعب كان جدا. طفولتنا بسيطة يعني. نعم. لأن عائلة يعني الحمد لله عائلة بسيطة جدا. نعم. والد كان موظف بسيط يعني. نعم. والبيت أصلا مو بيت، بيت إيجار يعني. نعم. يعني على البساطة وعلى يعني الوقت المعيشة مال الناس. نعم. على بساطتهم وطيبتهم وحنيتهم. أنا أحكي لك فترة 79 أتذكرها. نعم. إلى أن بدت 80 الحرب صار ظروف الحرب. نعم. انتقلنا إلى بيت آخر. طبعا جدتي أو مثل ما يقولون العرب حبوتي. نعم. نقول هي اللي ربتني يعني. أها. وبعدين راحت فقدت شيء يعني. الله. وبداية الشعر خلنا نرجع هم نربطها. نعم. بسالفة. نعم. الشعر كانت يقيمون مهرجانات للشعر الوطني. نعم. فأني يعني إذا قال لي يخلص المهرجان كان يبثونه عبر قناة العراق. العراق نعم. تلفزيون العراق. نعم. فمن ذيك الفترة يعني. بدأت بدايات في الشعر. ثاني ابتدائي أول. نعم. قصيدة قرأتها بس صف ثاني ابتدائي. آه تحفظ الشعر. إي هي طفولتي يعني. الله. ولحد الآن والحمد لله. محمد ماكو جيل من جيل أستاذ إبراهيم إلى جيلنا إلى الجيل اللي بعدنا ما مر بحرب. اكيد. يعني العراقيين احنا اذا ما بالطفوله بالشباب انت تمرك ظروف الحرب. طفوله محمد اللبو انت ترعرعت بالجانب الايمن 17 منطقه 17 تموز. نعم. ولحد الان طبعا. نعم. ساكن هاي 24 سنه. نعم. ما وعيت على الطفوله يعني ما شبعت من طفولتي. نعم. يعني انت تعرف مواليد 94 2003 الحرب. نعم. يعني عمري 9 سنين. نعم. فما قدرنا لا نطلع ولا نروح ولا نجي. ما حسينا بالطفولة. نعم. وطفولة قبل تختلف عن هسا. قبل الألعاب اللي نلعبها مبينة واضحة. هسا كله ما شاء الله على الإنترنت يعني. نعم. هسا تجيب طفل. نعم. مسك موبايل يمكن أحسن مني ومنك. محمد. ماكو طفولة. نعم. يعني هسا حال الشاب أو حال الرجل ويا الطفل نفس الشيء. تجي. نعم. عليهم هذا قاعد لي ثلاثة بالليل وهذا لي ثلاثة بالليل صراحة. على الموبايل والانترنت. نعم. الزمن تغير. نعم. الوقت تغير. فالناس هي تتأقلم ويا الموجود ويا. نعم. الدارج. والحمد لله كانت الطفولة نوعا. نعم. ما زينة. الحمد لله. ما عندي مشاغبات لا دائما. نعم. انغلب انفجر. نعم. ما متعدي على حد شهادة لله. الحمد لله. الحمد لله والشكر. عزام المطواحي طفولة في المناطق الشعبية طبعا او انت ترعرعت ايضا بالموصل. بالموصل. نعم. بالجانب الايمن. نعم.
بالحوار على الطفوله طبعا. الجانب الايمن ثلاث. ايه هاي هم متواردين بيها. متواردين بيها يعني. ايه الله يحفظكم. يحفظ الجميع. انا بالنسبه لي شخصيا يعني ها لحقت على الالعاب البسيطه على براءتنا. كانت العاب يعني سبقني وطرح الحديث محمد يعني هسه طفل 3 سنين ماسك الموبايل وعلى الانترنت فيعني تختلف الطفوله بين ايام قبل اختلاف وبس. جذري انا اشوفه اختلاف جذري جدا يعني. عزام الطفوله احنا جيل التسعين يمكن اصعب جيل واجه طفوله ومن ثم شباب على الحرب. 14 15 سنه انت تواجه الحرب. 13 سنه حصار. نعم قبل 8 سنوات حرب. نعم لا بين الحرب الاولى والثانيه يعني ما شاء الله. اكيد حروب حياتنا لكن ان شاء الله نقول اكو امل شباب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الامل موجود ما ينقطع الامل ابد. نعم. نهائيا ما ينقطع الامل. الموصل طفولتها خاص. اكو يعني خصوصيه بطفوله الموصل. اليوم احنا اجواء عيد ونشوف الاطفال. طفوله ما عشناها احنا صراحه. تطور يعني بكل شيء لكن احنا هذا املنا انه اطفالنا يعيشون. كانوا على الشيخ فتحي احنا. نعم اي نعم احنا وعينا يعني انا بس شويه بديت اكبر اطلع لا تتاخر لا تروح. نعم. لا تجي لا مثلا تنفجر سياره. صعبة. ظروف جدا صعبه. نعم ما مثل هالساعه لا ما شاء الله هسه الامان موجود تروح ترجع. نعم بكيفك الحمد لله ماكو شيء عائق والحمد لله ان شاء الله دوم هذا الامان للاجيال اللي بعدنا واللي بعدنا يعمل امن والامان والاستقرار. الموصل معلمه بعد احنا تعودنا. تعلمنا. نعم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. اكو فسحه من الامل واكو امان والعالم ما شاء الله اليوم افضل من قبل. من اكيد اكيد بما ان تكلمنا عن البدايات عزام ومحمد نتكلم عن طموحاتكم كشعراء شباب رسالتكم الشعريه وين تحبون تصلون في طريق الشعر نبعد عن الحياة الخاصة نبدأها من يم عزام. بالنسبة للطموحات الشعرية طبعا هو الشعر يعني هو قضية ورسالة. نعم. يعني هدفي من اتجاه للطريق الشعر أوصل يعني معاناة الناس. هو قضية يعني أكو من يلجأ له يعني الأغراض الشهرة أو المادة. أو مادة أو كذا. أنا هدفي يعني أوصل معاناة الناس وبالنسبة لطموحاتي كشاب يعني أي طموحات أي شاب الوظيفة الاستقرار الأمان. نعم وش يريد عزام اليوم الشهرة والشعر طبعا ماكو شاعر ترجع على بداياته كتبها من أجل الشهرة كلنا كتبنا حتى نسمى شعراء. نعم لا كتبنا حتى ننفس عن ما في داخلنا عن حاله لكن بعدين انت دخلت في باب انه لازم تظهر ولازم تكون ملك للناس. استمر يعني. نعم اكيد. محمد اللبو انت تمتلك طموح بالوسط الشعري بما اني قريب منك طبعا عندك سلام. طموح بالوصول. والله لازم يعني ليش اتعب نفسي وليش اكتب غير. نعم. انه عندي طموح. نعم. يعني اذا بس اسمع نفسي لا بالله لا اكتب ولا هاي اريد الناس القريبين مني الناس اللي ما تعرفني تعرف علي اكثر. نعم. يعني طموحي ان شاء الله اريد امثل الموصل. اها ما بيش يعني من بعد فتره ينذكر الموصل تذكر شعراء الموصل ينذكر اسمي ما اقول لك. نعم. من اول الشعراء لكن ينذكر اسمي. اكيد اكيد يعني هاي طموحات اي شاعر. اكيد فنكتب نتعب نفسنا وتعرف الكتابه مو سهله. نعم نعم. يعني مرات انت وقت طويل على ما تخلص قصيدتك طول بيها فتره مو قصيره يعني حتى تبدع بمجال اللي انت تكتبه. نعم وحتى الناس ان شاء الله يعني نكون بشعرانا لا طائفيين. نعم. ولا من هاي الالفاظ اللي. نعم. هسه. نعم. تعرف يعني بعيده جدا عن الشعر الشعبي. نعم. يعني هسه اغلب الناس تسمع شعر شعبي تحسب يعني مثل ما تفضلت انت. نعم. قبل شويه انه ما بي ثقافه. نعم. يعني يسمعون الشعر الشعبي انسان عام وهاي لا بالعكس ان شاء الله وصل رساله. أكيد. بكل قصيده تكتبها يعني اكو ناس مرات قصيدتك تبتشيها كل واحد حسب ظرفه. أكيد. يعني اذا كتبت عن الام الفاقد امه. نعم. راح يتاثر. أكيد. اذا كتبت عن الوطن اللي بالغربه احساس. نعم. احساس فان شاء الله يعني التوفيق للجميع وهذا موهبه بيد الله سبحانه وتعالى. يعني لا بكيف ولا بكيفك هسه اريد اشتهر. نعم. هي مو بالقوه. نعم. ولا بكثر القصائد ولا بكثر الفيديوهات او النشر. نعم. الناس هي تيجي تقول فلان شاعر محمد. أكيد. الحديدي ابو عمر عزام اي شخص. نعم.
هذا شاعر ما بكيفه، قصيدتك هي تحكمك، لا اسمك ولا الطلعات مالك الكثيرة مثلا او فيديوهاتك او المهرجانات مالك، شي يفيد اذا انت يومية بمهرجان ويوميه بطلعه وامسيه وما عندك شيء يوصل الناس؟ نعم اكيد ما راح تستفاد شيء. اكيد محمد، يعني اكو شعراء بقصيده. نعم. بقصيده وصل، اكو في بيت، يعني اكو في بيت وصل. نعم. احسنت، براحتك هو انت تطرب على الغريب. وصل للعراق كله بيت واحد. نعم. تحياتنا للشاعر، انا ما يعني امدح واذم القصيده، ولكن بيت واحد صاحب هذا البيت. محمد وصلتنا ابيات لشعراء جاهليين، بيت لشاعر جاهلي وصلنا من هذيك العصور، بقى خالد بظل لا تدوين ولا. احنا اليوم اكو فرصة انه نضع قدم في الساحة الشعرية ونكون موجودين ان شاء الله. راح انتقل على ابو عمر بجزئية ذكرها محمد، الشعر الحقيقي متعب ابو عمر. اليوم القصيدة الحقيقية احكي لك على الشعر، الشعر اللي يخرج من القلب يأخذ من جرف الشاعر، متعب للشاعر. القصيدة تستهلكك حتى تظهر للعالم. قصيدة نسب المشاعر. نعم. نزيف يصير عند الشاعر. يعني حتى يكتب القصيدة. أكو قصايد تيجي تكتبها مثلاً بربع ساعة. أكو قصيدة تطول. نعم. أشهر. قصيدة. سنت. هي طبعاً قصة عن حد يمكن 88 أني موجود. نعم. النص عندي لحد الآن. هو ليس اقتباس، إنما قرأت قصة من الأدب الإنجليزي. نعم. قصة طويلة، فحاولت يعني أنقلها للشعبي وبديت بيها يعني. نعم. وقفت القصيدة. حلوة المحاولة. زين، طبعا هي راح تطول، يعني أساسا القصة طويلة. نعم. فما عاد تنكتب القصيدة. نعم. صعبة يعني، فالشعر متعب. نعم. طريقة الشعر متعب، والريد يصل للشهرة كذلك من طلب العلا سهر الليالي مثل ما يقولون. الوسط الشعري وسط خاص، راح تجد ناس يعني يحاربونك، وراح أكيد تجد قد يكون من مطبات كثيرة. نعم. بي مثل ما ذكر أخوي محمد، يعني اللي يسعى للشهرة. نعم. لازم يفرغ نفسه يعني. نعم. والشعر ما بي مردود مادي مثل ما نقول. يعني الشعر ما شايف شاعر زنقين أو عنده فلوس، أغلبهم يعني عدا اللي يشتغل على نفسه أو يعني صار سواء كاحترافية. نعم. أو مهنة، صح ولا لا؟ مهنة. ايه؟ الشعر لا يمتهن شباب. ولا يمتهن، هي موهبة. موهبة. نعم. بس حاليا لا، ماكو يمتهن. اكيد اكيد. عزام المطواحي محمد الأبو، الشعر بدا ياخذ طور المهنة والاحتراف، خصوصا الشعر الغنائي. اكو شعراء عندنا بداوا يمتهنون الشعر. عزام يا ريت. ايه صحيح، اكو من قام يكتبون النصوص الغنائية. نعم. بس قلت لك هي تجي للشاعر، اكو من يعني شاعر يريد الشعر ماله يكون مصدر رزقه. نعم. واكو لا. فيعني حسب الروحيه اللي داخل الشعر. الاتجاه اللي تاخذه. ايه. نعم. محمد اللبو لا ضير انه يكون كسب مادي من الشعر، انا اشوف. كونك انت اليوم اكيد جاي تتعب. ابو نعم. جاسم استاذ محمد العزيز، اكو فرق بين انت تطلع تقرا ينطيك اكراميه تكريم على اجور، هو ليس اجور. واكو فرق بين اللي يكتب الشاعر وياخذ اجور. نعم. يعني هسه كثير اكو شعراء يكتب لفلان شاعر وفلان شاعر، اكيد حرام يعني، انا استحرمه يعني، شو مقدم انت حتى تاخذ اجور؟ بس مرات انت طالع بمكان تقرا هاي تكريمي لك. نعم. ما يعني ما اظن بها شيء. لا غير. شوف الشعر انا يعني من وجهه نظري يجب ان تكون هناك قيمه للشاعر من هذا الباب. في اي مهرجان او محفل اكو نحكيها بالعاميه اجار للقاعه وضيافه واجور كبيره ومتعهدين يقومون بهذا الشيء. ليش يم الشاعر تكون المبادئ؟ ونعم مثل ما يقولون ايدهم ضيقه. نعم. الشعر الشاعر يجب ان ينصف يعني، والشعراء هي اللي انت ما مجبور تقرا مثلا، تجي تقرا لواحد مسوي له حفل او ندوه او شيء تجي تقرا له مجانا يعني. مرات يعني قمت تقوم التفاوض معه على مود الاجور مال الشاعر. نعم. يعني يكون جوز مرات صديقه وعرف وهذه. نعم. يدعوك دعوه مثلا، تقوم تقول له مثلا اريد كذا مبلغ او نعم مبلغ معين. ابو عمر اكو شيء متعارف انه احنا لجمعياتنا ولمنتدياتنا وللحركات الشعريه احنا نطلع بالمجان اكيد، لكن عندما تكون الشغله احترافيه انا يعني من
من الناس اللي مطالبين بحقوق الشاعر صراحة. صحيح. الشاعر أنت إنسان عنده متطلبات حياة وعائلة. قمة في المشاعر يعني. نعم. إنسان راقي جدا يعني. وأكيد أنت أبو عمرك وعالم تنظر لك على أنه أنت مرفه وأنت لكن أنت مالك أكيد الدنيا إيه. نقم الله أغلب الشعراء فقراء. نعم أكيد. والكل يعني ما يعتمد يعني الشعر شغلة ثانوية. نعم. يعني الإنسان ما موهبة يعني. موهبة هذه يعني أنا ما أفضل الشعر على شغلي أو دراستي. نعم. لا بوقت مجالي بوقت فراغ العفو يعني مرات يصير عندنا أمسية أو مهرجان وأنا عندي شغل أنا إنسان صاحب عمل صاحب محل يعني أفضل الشعر على شغلي أعز المحلي لا أكيد. محمد الحديث طويل حديث الشعر الوقت شارف على الانتهاء طبعا مر سريعا وياكم جمهورنا طبعا و طلبات الناس هي الأبوذية طبعا فاكهة البرامج الشعرية وانتم اكيد مبدعين بهذا الباب الله يسلمك راح يكون ختامها بأبوذيات ومن ثم تدعون جمهوركم وارجع اقول لكم كل عام وانتم بخير مجددا انتم بخير ان شاء الله نموت ولا نمد بيوم يدناه ورعيع القوم ما نرضى يدنا ورثنا ورثنا العفة من نسلاه يدناه وعدنا الموت أهون عردي الله الله عليك أبو عمر أخلافك ما مش جدمي ولا سف أخلافك ما مش جدمي ولا سف وبد منادم بحبك ولا سف ولا سف غيرك ما بن بروحي ولا سف بس انت البنيت الروح بي الله درد مو شعري بعدك حاجب العين شيب الله الله درد مو شعري بعدك حاجب العين حاجب العين شيب ما بقالي حاجب العين كنت وياكنا بكل شيء اوقف الدنيا من تمشي الله مشطر دمع طاح جر امشي اريدك انت وحدك بس كون بجيتك تنفس الشغره تلوق للمحفز درد لا تخلي زعلي يقول حالات الفرقه من نزول العاجر تقنع بمشلول وحقك من رحيلك حاجب العين وتفك له بس نويت تعود الله عليك خلي الروح بي وما تخلي يا موت شبيك اخذته ما تخلي نوم جفوني حلفة ما تخلي أنا مشلون أرق جيلين بي أنا مشلون أرق جيلين بي تلفتني وجاي تسأل ما تلفناي وأنا البردان جيتك ما تلفناي بهوى المريت يطلع ما تلفناي عزفهن بجة شماتي عليه إلي الصوت قلت لأختار لولك إلي الصوت قلت لأختار لو لك احترمت وما جرحت بلفظ لو لك طحين بشفخت خباز لو لك عجين ويخبز التنور بي رحت واليوم بعدك مر علي عام الدهر يعني بغيابك مر علي عام علي اشقد ثقل حزني بصف انت صنام قمت ابني حجيك براسي جربني تكسر خاطرش مجبور عفت النار بي تفور الطلقة تموت من تثور صوتي شقد خجول اسمع باب الشفة ما يطلع كل هذا الجرى توقع لا خال نشدني ومر علي عم أهلي تشمته وبصار بي دموع العين ملتني ورد ناي وانا اول شخص سموه ورد ناي اروح انسان ليعدهم ورد ناي واحس اعضاي كلها تنور بي عجب من طحت شخصك ما يعيني عجب من طحت شخصك ما يعيني زحف جيتك وشايل ما يعيني تعال وشوف مثلي ما يعاني بشهر تموز غاف الثلج بي الله عليك وانحاش قمت من وجه صدق العين وانحاش انفخت غير صف الرمان وانحاش اوج النار قرقد نار وانحش طفيت وبسبطيت رمان الله نظمت جروحه فوق جروحي جاريش ملح يالله نظمت جروحه فوق جروحي جاريش ملح وبقد برود البيه جاريش يا ربي موص سابع جار غدر بي وشمت فرعين بي الله اللي بقربي
اللي بقربه عمر هسه بعد حيل، اللي بقرب اللي بقربه عمر هسه بعد حيل، وعلي اليوم يتحايل بعد حيل بعد حيل، انخر انخر بالجرح بالله بعد حيل، وخرمش نعظام بكل مسيح. صح لسانك عزام، حلقة ممتعة طبعا شبابنا، استمتعت وياكم استاذ ابراهيم محمد اللبو عزام المطواحي. طبعا كلمة أخيرة لناسكم ولجمهوركم من خلال شاشة الموصلية، ومعايدة إلى أهلكم وربعكم، سعيد جدا بتواجدكم، وأجدد أنه إن شاء الله اللقاء يكون وياكم في مناسبات قادمة، وكل عام وانتم بخير مجددا. كلمة لناسك وجمهورك أبو عمر. والله أول شيء كل عام والموصل بخير والعراق بخير، وحبيت عايد ولدي عمر وعبد الله وعلاوي ورغد وشهد وعلي، ما شاء الله عليه، الله يحفظه، ما شاء الله ما شاء الله. وعايد رفيقه الدرب هي ام عمر، تحياتنا. وعايد والدي ووالدتي واخوتي واخواني الكل يعني، ان شاء الله ربي يحفظك. طبعا ما ذكرت اسم القريه، طبعا نرجع للطفوله، هي قريه خواجه خليل. تحياتي لكل كل ناسك واهلك ابو عمر، وعايدكم استاذ محمد وكادر قناه الموصلية، الله يعزك، وكل عام والجميع بخير ان شاء الله. كل عام وموصلنا وهلنا بخير. محمد اللبو، كلمه اخيره. شكرا جزيلا استاذ محمد على هذه الاستضافه الجميله، وان شاء الله كنا ضيوف خفيفين الظل عليكم. أشكر كادر الموصلية والجنود اللي خلف الكواليس، أشكرك شكرا جزيلا، وكل عام والموصل بألف خير إن شاء الله. أعايد أهلي وناسي وأصحابي وأحبابي، ما أستثني أي أحد ولا أذكر أي شخص، أهلي سواء بالعمل، عفوا أصحابي بالعمل، أصحابي بالدراسة، أصحابي بالشغل بالشعر، ناسي أهلي عائلتي، الوالد الكريم، أم الحبيبة، أخي مصطفى، أخواتي، تحياتي للجميع إن شاء الله. وإن شاء الله يا رب دوم هاي الفرحة على شفاه الموصليين والعراقيين عامة، ويا ربي يعمل أمن والأمان بخير. والسلام عليكم، لقاءاتنا قادمة إن شاء الله. محمد الله يسلمك، شكرا جزيلا. الله يسلمك عزام المطواحي. طبعا أول شيء كل عام وأنت بخير إن شاء الله، والكادر خلف الكواليس كل عام وأنت بخير، والسادة المشاهدين عساكم من عوادة إن شاء الله. أحب عايد أهلي والدتي ووالدي وكل أصدقائي، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. شكرا جزيلا، سعيد بتواجدكم، إن لقاءات قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن الاستماع والمشاهدة، وانتظرونا غدا في حلقة مختلفة مع شعراء الشعر النبطي، حلقة لا تقل متعة عن حلقة اليوم. والشكر موصول إلى كادر وإدارة جزيرة من ربيعين السياحية على مساهمتهم في إظهار هذه الحلقة بحلتها الجميلة هذه. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محمد الحديدي، وانتظرونا غدا مع فرسان الشعر النبطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.